الأمر الثاني، الكلمة الثانية وهي الأخطر من القضايا، كيف علم الإمام الحسن جماعة المذهب العلمي الإنساني؟ كيف تلقى منه روبرت أوبنهايمر؟ سمعانين بروبرت أوبنهايمر ليس بالضرورة، ولكن هذا علم المخارج، عفوا أقول ليس بالضرورة، ليس هذا يعني معذورون تماما أن لا تعرفوا هذه القضايا، هذا علم المختبر وليس علم المؤتمرات. روبرت أوبنهايمر ختم كتابا اسمه آفاق الفكر المعاصر. ختام آفاق الفكر المعاصر، لما نقول روبرت أوبنهايمر شيعي روبرت أوبنهايمر، هذا هو كتاب آفاق الفكر المعاصر، هو كتاب في اللغة الفرنسية لغايتان بايفون، وهو لمجموعة خبراء في جميع ميادين العلم، وهنا يسموه بانوراما الفكر المعاصر. ختام هذا الكتاب كلمات لأوبنهايمر، مقالة عجبا يكرر بها، مرة كلام الحسن ومرة كلام الإمام علي في وصيته للإمام الحسن. وأنا أتمنى فعلا أن أخذ هذه القطعة بعنوان الظروف الجديدة بحكمة جديدة، وأن تترجم إلى اللغة الفارسية، وأن تدفع إلى مختبر القرآنيوم ليقرأوها ويتكلم بلسان أكبر يصفه كايتان بايكون، يقول إن هذه المقاومة وهذا الاضطراب ومع ذلك هذه الضرورة التي تتطلب من إنسان اليوم أن يبني حكمة على الأوضاع الحياتية الجديدة التي يفرضها عليه تقدم معارفه، إن هذا كله قد استعرضه مؤخرا عالم أمريكي يعتبر اليوم بلا منازع أكبر ممثل للفيزيقا النووية في العالم، هو روبرت أوبنهايمر، قال تحت عنوان الظروف الجديدة لحكمة جديدة. يقول كلام الإمام الحسن في مسألة التفكر، الإمام الحسن بيقول في مكان: أوصيكم بتقوى الله وإدامة التفكر، لأن التفكر أبو كل خير وأمه. أوصيكم بالتقوى وإدامة التفكر، لأن التفكر أبو كل خير وأم كل خير. فكلام الإمام الحسن هذا إدامة التفكر يكبره صديقنا هذا روبرت أوبنهايمر، أكبر ممثل للفيزياء النووية في العالم، يقول: لم يعد مسموح لأحد أن يجهل، ولم يعد مسموح لأحد بعد التقدم التقني والتقدم العلمي أن يصم أذنيه عن حاجات العالم وعن مشاكل العالم وعن شعوب العالم، عليه أن يسمع الآخرين وأن يأخذ ويعطي معهم وأن يعاونهم على ترقي. إذا كلمتا هذا العام اللتان أريدهما لمؤتمر أو لذكرى، الذكرى 22 بعد 14 قرنا، على اعتبار أن الإمام الحسن ولد في السنة الثالثة للهجرة، ونحن اليوم 1425، إذا الآن عمر الإمام الحسن 1422 سنة. احتفالكم اليوم هذا رقمه، يا أخي يا أخي ما أجملكم ما أجملكم، كيف تستطيع الذاكرة ونحن نفرق بين الذكاء والذاكرة؟ الذاكرة علم أنترنت تحصيلي، الذكاء علم أنترنت توصيلي. كيف استطاع الإمام الحسن أن يدخل بمخ روبرت أوبنهايمر أو في مخ شارل بودلير فينطق هذا شعرا وينطق هذا دفاعا عن شعوب العالم وعن الشعوب التي لا يسمع صوتها؟ كيف؟ لأن الإمام الحسن كان حرا وكان متحررا وكان محبا، فشاع حبه وحريته إلى كل الأزمنة. سيبقى الحسن، و
وإلى سنة 2000 ستقولون الإيمان الثاني. سنة 3000 يعني بدكم تقولوا 2005 2000 يعني حسن 2 أنتم تكررون إلى 1000 سنة قادمة. الإمام الحسن سيد العالم لأنه أبو التفكر والمحب المحرض على التفكر. التفكر أبو كل خير وأم كل خير يقول الإمام الحسن. وهذا التفكر نجده عند روبرت أوبنهايمر ونجده عند شارل بودلير وغيرهم من العلماء من جهة المخابر وغيرهم من الأدباء من جهة الشعر. صح؟ أنا معجب بالحسن وبتجليات الحسن وبغايات الحسن. ما هو الحسن؟ هل الحسن مفرد أم جمع؟ ما رأيكم؟ الآن بدأ الحوار. ما هو الحسن؟ هل الحسن مفرد أم جمع؟ من يتكلم؟ تجليات الحسن جمع كيف؟ المفرد. ما المفرد؟ المفرد حسن. هلا أنا خلص وقتي دكتور ماهي؟ كيف؟ كلنا ما مفرد زمان. كيف تأتي مفردا وكيف تأتي جمعا؟ حقوق قدمتكم السحور مثل ما قال عندي بس بضيافة المستشارية.